مرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو. معظم الأولاد لما بيكون عندهم صعوبات تعلم أو عندهم بطء تعلم بيحتاجوا إن هم يتعلموا بطريقة سهلة ومبسطة في المدارس أو في الحضانات، وطبعا إحنا حاليا في المدارس ما بيبقاش عندنا المناهج اللي هي بتسمى مونتسوري علشان تستخدم. معظم المدارس اللي هي الخاصة أو الحضانات السبيشال شوية هي اللي بتطبق منهج المونتسوري. ده منهج بيبسط الدراسة للطفل وبيخليه يبقى يدرسها بطريقة ملموسة ومحسوسة. فطبعا النهارده حبينا نعرف حضراتكم يعني ايه منهج المونتسوري، وازاي الام تقدر من خلال المنهج المونتسوري وهي قاعده في البيت تتعرف عليه وتقدر تساعد ابنها اذا كان عنده صعوبات تعلم او عنده بطء تعلم ان هي تقدر تعلمه من خلال امكانياتها البسيطه وهي موجوده معاه في البيت. وده اللي هنعرفه النهارده من الاستاذه سمر عجاج مدربه المونتسوري. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيكي، منوره برنامج ماما شاد. ميرسي جدا لذوقك، متشكره على هذا اللقاء الكريم. ربنا يخليكي. بقول لحضرتك يا استاذه سمر، ازاي الام وهي قاعده في البيت تقدر تعلم ابنها المنهج التعليمي الدراسي سواء ماس او حساب او لغه عربيه، والسهل على ابنها الماده الدراسيه من خلال منهج المونتسوري؟ عايزين كده الاول نتعرف من حضرتك يعني ايه منهج المونتسوري عشان الام تقدر تفهم ايه هو منهج المونتسوري. تمام. بدايه انا بتقدم بالشكر لحضرتك انك اهتميتي انت والاسره البرنامج طبعا ان انتوا تقدموا برنامج او فقره بخصوص منهج المونتسوري، خاصه ان هو منهج بيدعم او بيقدم التعليم للاطفال بطريقه مختلفه تماما عن التقليد اللي احنا اعتدنا ان احنا نشوفه في المدارس العاديه بتاعتنا سواء داخل مصر او خارجها. كلنا طبعا اتربينا واعتدنا على طريقه التلقين الطريقه المعتاده او ما تسمى علميا بطريقه المحاضره. منهج مونتسوري ببساطة علشان كل أم وكل معلمة في أي مكان تكون على دراية بيه، احنا بنتكلم عن رحلة من التميز امتدت منذ أكثر من 151 سنة. كانت لطبيبة إيطالية اسمها ماريا مونتسوري، الاسم بس علشان الناس تبقى عارفة أن كلمة مونتسوري هو الشق الثاني من اسم ماريا مونتسوري. هي طبيبة إيطالية كانت مرت بفترة صعبة جدا في بداية حياتها، خاصة أن روما في الوقت ده ما كانتش بتهتم بتعليم البنات بشكل زي ما احنا بنشوف النهاردة ان من حق البنت والولد يكونوا في التعليم الجامعي. طبعا رحلة نضال كبيرة جدا انها تلتحق بالتعليم الجامعي، دخلت كلية الطب ودرست الطب النفسي، اهتمت بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة واشتغلت فترة من الزمن، وواجهت أول تحدي في حياتها إنها أخذت مجموعة من الأطفال من سن 3 ل 11 سنة، أخذتهم فيما يسمى ببيت الطفل. اهتمت مونتسوري جدا إنها توفر مكان للطفل يكون مناسب ليه ولحجمه ولطريقته في التفكير. في الوقت ده ما كانوش بيهتموا بشكل كويس قوي بفكرة إن الطفل له معاملة خاصة، كان زي ما احنا بنشوف في المدارس العادية بتاعتنا التعليم العادي واللي ما أثمرش للأسف عن نتائج طيبة زي ما احنا بنشوف طبعا في المدارس والجامعات عندنا. من خلال مراقبتها لذوي الاحتياجات الخاصة من الكبار ومن الصغار، قدرت ماريا مونتسوري تلاحظ ان في نقطة في مكان احنا لو اشتغلنا عليه كويس قوي نقدر ان احنا نطلع بنتائج مختلفة. وكان ده المبدأ والأسلوب في التفكير، إن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لا، دول عندهم قدرات إحنا نقدر إن إحنا نستغلها صح، ونقدر إن إحنا نوظفها بطريقة كويسة، ونقدر نوفر لهم بيئة تخدمهم يعني نخرج معاهم بنتائج مختلفة، على عكس ما المجتمع كان شايفهم في الوقت ده إن إحنا لا نحطهم في دور رعاية أو الأفضل إن هم ما يحتكوش بينا في المجتمع، لأن دي شريحة مش لطيفة أو زي ما بنقول كده عبء على التنمية في المجتمع. لكن هي كان لها منظور مختلف تماما من خلال الملاحظة ومن خلال المراقبة، من خلال انها كانت حابة هذه الفئة، قدرت تكتشف ان لا، دول عندهم قدرات، لا دول احنا نقدر ان احنا نطلع معاهم بنتائج ايجابية جدا. كان التركيز كله على ان احنا اذا غيرنا المعلومات او الطريقة اللي بنقدم بيها المعلومة للطفل، إذا غيرنا شكل البيئة المحيطة بالطفل، إذا نقدر إن احنا نحصل على نتائج مختلفة. ومن هنا جت فكرة ماريا مونتسوري. قدرت إنها تخلق بيئة للطفل مناسبة جدا. إزاي بقى البيئة دي عبارة عن إيه؟ البيئة دي كان من الحاجات اللطيفة جدا اللي لاحظتها ماريا مونتسوري هي إن هديكي مثال كده، حضرتك في البيت وزوجك ومعاكي مجموعة من الأطفال صغار السن، يعني هنقول 3 سنين 5 سنين وسنتين. هل نعتقد من خلال هؤلاء الأطفال إن في إن الطفل يقدر يتعامل مع الأشياء الكبيرة اللي موجودة جوه البيت بنفس الطريقة اللي إحنا الكبار بنتعامل بيها؟ لا، ده كان صعب جدا.
فهي اهتمت انها توفر ادوات مناسبه لحجمه ومناسبه لسنه يقدر ان هو يتعامل معاها. يعني بدل ما امسكه فرشه كبيره لا يمسك فرشه صغيره، بدل ما اقعده على كرسي كبير جدا لا يقعد على كرسي صغير. ومن هنا قدرت انها توفر مجموعه من الادوات وبيئه مليانه بالمثيرات والادوات والمجسمات. الادوات دي حضرتك جايباها كده؟ الادوات دي كانت هي من اكتر من ركن، دي مجموعه من المجسمات الهندسيه تم اعدادها بطريقه معينه، طبعا ده لها تكنيك معين حسب منهجيتها. الفكرة هنا هي ان كل حاجة الطفل بيمسكها في شكل مجسم. يعني دي الاسطوانة، بدل ما ارسم الاسطوانة في ورقة او في كتاب واقدمها للطفل واقول له دي اسطوانة، لا من الافضل بالنسبة لمونتسوري انه يمسك برافو هو ده بالظبط كده، ان هي يمسك الاسطوانة ويحس بيها، فبالتالي تبقى سهلة بالنسبة له، المفهوم يكون سهل الوصول بالنسبة له. طيب يا استاذة سمر، ازاي بقى منهج المونتسوري افاد ذوي الاحتياجات الخاصة؟ ذوي الاحتياجات الخاصة متعددين طبعا، فئات متعددة زي ما المتخصصين والأمهات عارفين، هم شرائح متعددة ليهم طبيعة خاصة شوية. دول أطفال قدراتهم لا تتوازى ولا تمشي، مش ماشية بشكل متوازي مع الأطفال من أعمارهم. وجود بيئة فيها مجموعة من الأطفال متعددي القدرات مختلفين القدرات، ده هيوفر للطفل عندي ذوي الاحتياجات الخاصة إحساس بالأمان. الطفل لما يبقى قدراته اقل من الاطفال اللي في نفس السن بتاعه ويفضل حاسس طول الوقت ان انا لا قدراتي اقل، لا انا مش قادر احصل المعلومه دي، هنا ده هيولد عنده شعور بالعجز، شعور بعدم الانتماء للمكان وعدم رغبه في التعلم. لكن فصل المونتسوري عندنا عندي اطفال من 3 ل 6 سنين في نفس الكلاس مع بعض، دمج مدمجين موجودين بقدراتهم المختلفه. لما طفل ذوي الاحتياجات الخاصه اللي عنده عسر قراءه او صعوبه في الرياضيات او ايا كان نوع الصعوبه اللي بيواجهها، وان كانت الفصول دي بتقبل ذوي الاحتياجات الخاصه من الفئات البسيطه والمتوسطه، لما يشوف قدرات متعدده قدامه، هل نعتقد ان هو ممكن يحس بالعجز ساعتها؟ من المؤكد لا. ليه؟ لانه هيلحظ ان في مستويات متعدده، هو مش مطلوب منه يوازي مستوى متميز عنه. فمن هنا قدرت مونتسوري تخلق تفاعل من مختلف القدرات يقدر يخدم على ذوي الاحتياجات الخاصه. زي ايه بقى؟ يعني دلوقتي لما يبقى الطفل موجود في مكان فيه ادوات متعدده وبسيطه وسهله، لان منهج مونتسوري بيعتمد مبدا التدرج والتسلسل. انا ما بجيش اقول للطفل يلا نتعلم الاشكال الهندسيه، اسطوانه وتوازي مستطيلات اهليجي، مفيش النظام كده. يعني الادوات اللي مع حضرتك دي يستخدمها الطفل النورمال ولا الاب نورمال؟ الاثنين يقدروا يستخدموها. بدايه طب الاحتياجات الخاصه هيستخدمها ازاي؟ بدايه مع اي طفل ذوي احتياجات خاصه او طفل عادي، يهمني جدا ان الطفل يحصل علاقه بينه وبين الاداء او اللعبه. يهمني ان هو يمسكها في الاول، وانا دوري ان انا الاحظ يا ترى اتفاعل معاها، يا ترى كانت ملفته بالنسبه له. طيب انا حابه اعلمها له بس هو مش منتبه، طب اشجعه يلا بينا نلعب بيها في الاول، يلا بينا ندحرجها على الرمل، يلا بينا نلون اشكال شكلها. الاسلوب بقى والطريقه هي اللي هتخليه يستخدم الحاجه بطريقه هو يكون تلفت نظره او يحبها. طريقه الحث ان انا اشجعه يقرب من الاداه، يمسكها يلعب بيها، ونلعب بيها باشكال متعدده. احنا مش شرط، مش مفيش نمط محدد، انا يهمني انه يرتبط بالاداه واقدر اخده في تدرج ورا بعضها كده لحد لما اوصله الفكره. على حسب قدراته العقليه طبعا. طبعا واحده واحده، ده مهم جدا ان انا اكون كمعلمه داخل الفصل عارفه قدراته واقفه لحد فين. وما يفرقش معايا لان انا مش بعمل له تقييم درجات اخر الشهر ولا اخر السنه زي المدارس العاديه. انا اللي يهمني انه يتدرب صح وياخد وقته. في مونتسوري احنا بنسيب الطفل يحب المكان ويحب الادوات وياخد وقته. دوري انا الاحظ واتابع وارفع معاه درجه درجه لحد لما يوصل لمرحله الاتقان. من هنا اكون خلاص اخد المستوى اللي بعد كده، اقدم الاداء اللي بعد يعني كده. يعني كل اعاقه لها منهج مونتسوري معين او طريقه معينه؟ المنهج للجميع، خاصه ما يسمى بركن الحياه العمليه. ركن الحياه العمليه يعتبر مدخل طيب جدا لجميع فئات الاطفال، عاديين وذوي احتياجات خاصه. حلو جدا لما طفل يبقى بيشاركك تقطيع جزرايه، يبقى تقطيع مزايا. امثله كده يعني بسيطه لذوي الاحتياجات الخاصه ازاي يستخدم المونتسوري او منهج المونتسوري؟ لو انا دلوقتي معايا من الادوات اللي مع حضرتك مثلا، من الادوات اللي معايا هو خلينا نبسطها شويه لان دي هتلاقيها خاصه بالقراءه، ركن الحسيات. هتكلم مثلا على ركن الحياه العمليه لانه اكتر ركن ممكن يمس كل الاطفال. دلوقتي انا ام وفي المطبخ تمام، ومعايا طفل ذوي احتياجات خاصه في البيت، بس انا حابه ان انا ادربه.
قريب قوي على قلبه فكره ان في موزايه وهو نفسه ياكلها. بس ما يعرفش ان اسمها موزايه. تمام. انا في مراحل كتيره قوي، في مرحله ان انا هعرفه على اسمها، في مرحله ان احنا هنبتدي نقشرها، في مرحله ان انا عندي سكينه خشب امان علشان ما يجرحش صوابعه ونبتدي نقطعها قطعه قطعه، وبالتالي ابتدي اقرب الموضوع لقلبه. فكره انه يشغل ايده وايديه تبقى شغاله مع عينيه، الموضوع طبعا ما بيتمش بشكل اللي هو انت لازم تعمل، لا انا بحبب في فكره انه يعمل الحاجه. يعني الموزه اللي مع حضرتك دي لو احتياجات خاصه، مثلا طفل احتياجات خاصه، ازاي تستخدميها في منهج المونسوري؟ فكره انه اهتم بالموزايه نفسها، او انا قربته ليها، او احنا هناكلها. عايز اقول لحضرتك ان تقشير المزايا في حد ذاته، فتحت بس كسره القشره كده، ده نشاط. تخيلي ان ممكن هو على بساطه قدراته يكون فقط مش محتاج اكتر من اننا نكسر دي ونبتدي نسحب اول قشره، ده كده نشاط بالنسبه له، بس ينتبه ليه. ده على ذوي احتياجات خاصه، هنقول انه من متوسط لقوي. تمام. يكفيني جدا هذا الاداء، يكفيني انه ينتبه وامسك ايده في الاول ونبتدي نسحب القشره مع بعض. تمام. يعني انا ممكن اوريهم هنا، احنا مثلا ممكن نكسر دي كده بالنسبه لطفل ذوي الاحتياجات الخاصه. فكره انه يكسر دي ويبتدي يسحب قشره معايا، فكره انه يعيد النشاط ورايا، ده نشاط في حد ذاته. انا هنا قدرت ان انا اسيطر على انتباهه، وقدرت ان انا اسيطر على تركيزه. تركيز. تمام. حتى ولو من خلال مساعده كامله، لان احنا عارفين ان ذوي الاحتياجات الخاصه التدريب في البدايه بيحتاج في بعض الحالات لمساعده كليه، بعد كده بنبتدي نتدرج علشان المساعده دي تختفي تماما، وهو هيلب هيم سيلف، ان هو يساعد نفسه بنفسه. تمام. فهكذا بتمشي ترتيب الانشطه. طب بالنسبه للاحتياجات الخاصه، يستخدم المنهج الدراسي ازاي؟ المنهج المونسوري يساعده بقى ان المناهج تبقى بسيطه او سهله ازاي؟ حضرتك بتسالي على اكاديمي صح؟ الاكاديمي، الركن بالنسبه الأكاديمي. الركن الاكاديمي بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه، الركن الاكاديمي ازاي المونسوري هيساعد؟ تمام. احنا عندنا في الجانب الاكاديمي هنتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصه، هندرس لغه وهندرس رياضيات، هناخد دول كمثال. اللي هي الأدوات بالنسبه اللي لنا مع حضرتك مثال ايوه، انا هبسط بالنسبه للاداه اللي معايا اللي هي المجسمات الهندسيه، هي دي جايه من ركن الحسيات. كل مهاره عندنا ليها مقدمات وليها مهاره اساسيه، ثم بعد ذلك بيحصل ممارسه واتقان. دلوقتي انا لازم اقدم للمهاره، ما ينفعش ادخل على الحساب مباشره. تمام. انا لازم اعمل يعني اكزامبل على الحساب واكزامبل على طيب دلوقتي ركن الحسيات بالنسبه لي لازم من خلال اللمس للادوات دي، تمام، يقدر يدرك فكره ان في يعني اشياء لها ملمس مختلف عن بعضها، في احجام مختلفه، في طبعا عندي ادوات زي الاسطوانات بيدرك من خلالها ان في احجام واطوال مختلفه. بمهد للحساب، دي كده تمهيد للحساب. طب بالنسبه أيوة. للعربي بقى، بالنسبه للقراءه احنا بنبتدي القراءة. باول حاجه اسمها تدريب الاصوات، زي مثلا الحروف اللي مع حضرتك اكزامبل كيس الحرف ده، يعني ده كيس اداه من الادوات المعروفه جدا في مونتسوري. فكره ان انا جايبه اهو المم، مم صوت الصوت بس، معايا مكعب، معايا موزه، ببتدي في الاول اجمع جوه الكيس ده الادوات اللي فيها اللي تخص الصوت ده. يعني كده يا استاذه سمر، اللي احنا فهمناه ان المنهج المونسوري بيقدر يساعد ذوي الاحتياجات الخاصه سواء في عسر القراءه او عسر الكتابه، وبيساعدهم برضو في العمليات الحسابيه. وطبعا ان شاء الله المره الجايه نكمل مع حضرتك بقى، نعمل الله. جلسات تدريبيه للام انها تستخدم المونسوري في تعليم ابنها داخل البيت. سعدنا جدا بلقائك، وبشكرك جدا. انا اسعد، شكرا. في نهايه الفقره بشكركم واشوفكم بعد الفاصل.